هنا الافاضل ها هي انطلاقة شوط الختام تمت بعون من الله تعالى وتوفيق شوطنا الرابع عشر في مجموعة الاشواط وشوطنا الرابع عشر الخاص بانطلاقة وتحديات الثنايا القعدان هنا وهجني ايضا اصحاب السمو الشيوخ تابع معكم هذه الانطلاقات ونتابع التحديات ونسير هنا بهذا الانطلاق نتابع هنا مجريات هذا الشوط وأحداثه مقدمة هذا الشوط والصدارة والمقدمة والمركز الأول والمنطلق على الصدارة شاهين من هجن الرئاسة بمتابعة المضمر هنا في التضمير محمد بن عتيق بن زيتون لمهيري بينما يأتينا على المركز الثاني سبعان هجن الشحانية مع محمد بن خالد العطية ومن الجانب الآخر المنطلق هناك المطلع من هجن الرئاسة مع سهيل بن حمد بن دري الفلاحي والمتسلل مبشر المتسلل لسمو لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد الثاني حسين بن محمد بن سالم بن سفران في تضميره بيتسلل الى الصدارة والى المركز الاول خامس مراكزنا هملول المنطلق من هجن الرئاسة بمتابعة المضمر علي بن يميل لوهيبي والقادم هنا الحواتي قادم من هجن الرئاسة صالح بن سعيد بن عري المري في تضميره هناك سابعا شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي ثامن مراكزنا المنطلق هنا شاهين هجن الرئاسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري في تضميره من ينطلق على ثامن المراكز وتاسع المراكز يأتينا هنا مياس من هجن السلام مع عبد الله بن ثعيل بالهايري في تضميره وعلى المركز العاشر والمنطلق هناك الزعيم لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد الهيان مع عوض بن مبارك المهيري في تضميره هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى نهى على حضراتكم هنا بهذه الانطلاق وبهذا التحدي الجميل مع آخر أشواط صباح هذا اليوم نعود إلى الصدارة نعود إلى المقدمة إلى المركز الأول صدارة هذا الشوط بعد العشرة المراكز الأولى التي ذعناها على حضراتكم ونتابع الصدارة ننطلق إلى المقدمة وإلى مبشر لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز الثاني وحسين بن محمد بن سالم بن سفران في تضمير من يأتي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول بينما ثاني مراكزنا هملول هجن الرئاسة عم هنا علي بن يمي اللهيبي في التضمير ومن الجانب الآخر شاهين هجن الرئاسة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري في التضمير ويأتينا وينطلق بهذه اللحظات سبعان هنا من هجن الشحانية مع أيضا المشاغب محمد بن خالد بن العطية من يتابع على المركز الرابع وخامس المراكز شاهين هجن الرئاسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري في التضمير شاهين يأتي سادسا هناك الزعيم عفوا المتسلل الزعيم المتسلل في هذه اللحظات ثم شيخ ذياب بن محمد بن زايدان الهيان مع عوض بن مبارك المهيري وياتي هنا الحوتي المنطلق او الحواتي هنا المنطلق من هجن الرئاسة صالح بن سعيد بن عري المري من يتابع وهملول المتسلل هملول 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 هجن الرئاسة هنا علي بن يميل لوهيبي في التضمير ومن الجانب الآخر يأتينا هناك إدراك هجن الرئاسة هو في التضمير راشد بن محمد بالسم المنصوري من يتابع على ثامن المراكز المركز التاسع المركز التاسع والمنطلق هنا على المركز التاسع من الجانب الآخر يأتينا المطلع من هجن الرئاسة سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي وعاشرا شاهين من هجن الرئاسة ولكن أرى التسلل بهذه اللحظات من هداد من هجن الشحانية بمتابعة فران بن محمد بن قريع المري هذه هي
النتيجة وشعار من حاف صاحبتي أفضل توقيت في الفترة الصباحية يأتينا هنا بهداد. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى. نعود نتابع مشاهدينا الكرام الزعيم من غير على الصدارة. الزعيم مع منتصف المسافة انطلق بالصدارة وبالمقدمة وبالمركز الأول صدارة هذا الشوط. هنا وانطلاقة الزعيم لسمو الشيخ زياد بن محمد بن زايد آل نهيان يتابع في التضمير عوض بن مبارك لمهيري أرى هملول وهملول هنا في المركزين الثاني والثالث. هجن الرئاسة ومتابعة علي بن ميل لوهي بسبعان. من يأتينا رابعا هنا من هجن الشحانية مع محمد بن خالد العطية والمنطلق بهذه اللحظات الحواتي المنطلق هنا. خامسا من هجن الرئاسة يتابع في التضمير صالح بن سعيد بن علي المري وعلى المركز السادس. المركز السادس والمنطلق هداد على المركز السادس. هنا هجن الشحانية بمتابعة فران بن محمد بن قريع المري ومن الجانب الآخر المنطلق بهذه اللحظات هنا ياتي مبشر لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني سين بن محمد بن سفران بالتضمير وياتي شاهين المتسلل هنا من هجن الرئاسة مع محمد بن عتيج بن زيتون المهيري وتسلل تسلل هنا القادم القادم هنا إدراك هجن الرئاسة راشد بن محمد بن سمة المنصوري في تضمير وهنا وصول آخر من قبل أدهم لسمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى الخليفة محمد بن عبد الله بن شريم في تضميره. ما شاء الله تجمع ملحوظ وملموس من أيضا هذه القعدان هنا في كتلة واحدة. هنا نعود إلى الصدارة إلى المقدمة بعد الثلاثة كيلومترات وبداية المنعطف الأخير. تابع الصدارة والمقدمة والمركز الأول هملول 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 هملول. من يأتينا على المركز الأول هجن الرئاسة يتابع في التضمير علي بن ميل لوهيبي وعلى المركز الثاني شاهين. هجن الرئاسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري هداد القادم هنا في هذه اللحظات من هجن الشحانية فران بن محمد بن قريع في التضمير وصل شاهين. هنا هجن الرئاسة ويتابع حارب بن مغير العميمي بينما من الجانب الآخر المتسلل في هذه اللحظات مبشر سعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز الثاني حسين بن محمد بن سفران بالتضميرة ويأتينا سبعان هناك من هجن الشحانية مع محمد بن خالد العطية وهنا القادم 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 في هذه اللحظات مدوخة 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 مدوخ من هجن الشحانية وشاهين هجن الرئاسة ينطلق في هذه اللحظة هجن العاصفة ينطلق إلى الصدارة إلى المقدمة يقلب موازين هذا الشوط بعد اثنين كيلومترات هنا وينطلق إلى الصدارة إلى المركز الأول. شاهين هجن الرئاسة العاصفة مع غياث الهلالي ينطلق على الصدارة على المركز الأول مبشر بالمركز الثاني لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز الثاني حسين بن محمد بن سالم بن سفران بتضميره. الله الله المعركة هنا ياتي مدوق هجن الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل بالتضمير شاهين هجن الرئاسة مع المضمر حارب بن مغير العميمي. الله هناك المنطلق سبعان من هجن الشحانية محمد بن خالد العطية وهداد
بعد هجن الشحانية مع فاران من محمد بن قريع هملول القادم من هجن الرئاسة هنا مع الظافر علي بن مي اللهيبي سباعية سباعية جميلة والسلوم الله هنا بالتحدي الأخير التحدي الأخير بهذه الانطلاقة وهنا الصدارة والمقدمة مبشر 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 من ينطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد الثوني وهنا حسين بن محمد بن سولم بن صفرون بالتضمير الله 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 هدود القودم هدود القودم هنا ايضا اجن الشحانية بعد الكيلومتر الاخير هدود 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 المنطلق بهذا التحدي الجميل اجن الشحانية فرون بن عتيق بن قريع فران بن محمد بن قريع عفوا بالتضمير السلوم هملول القادم وشاهين اقن الرئوس السلوم للسلوم الله التحديات الأخيرة ولكن هنا هداد هدود هدود هداد اقن الشحانية ينطلق يبغي نقطة أخرى من نقاط هذه الفترة الصباحية اقن الشحانية ومتابعة فران بن محمد بن حمد بن قريع المري على الصدارة على المقدمة هملول يحاول هملول يحاول هنا من هجن الرئاسة مع المضمرة هنا ايضا علي بن ميل لوهيبي الله اللحظات الاخيرة قرية تراثية هنا في انطلاق ولكن الصدارة والمقدمة والمركز الاول صدارة هذا الشوط مع هداد على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الاول تهانينا تهانينا لهجن الشحانية تهانينا لفاران بن محمد بن حمد بن قريع المري بينما المركز الثاني اتانا شاهين من هجن الرئاسة المركز الثالث هملول هجن الرئاسة رابعا هملول هجن الرئاسة خامسا شاهين من هجن الرئاسة نعود مشاهدينا ومتابعينا الكرام الى التوقيت الزمني ولحظة وصول لحظة وصول هداد معلن الفوز والناموس ب 12 دقيقة 26 ثانية أربعة من الأجزاء من الثانية تهانينا هجن العائر هنا شحانية تهانينا لفاران بن محمد بن قريع المري بينما المركز الثاني أتانا شاهين من هجن الرئاسة قاطع المسافة 12 دقيقة 24 ثانية 27 ثانية و90 من الثانية مع محمد بن عتيق بن زيتون المهيري المركز الثالث هملول من هجن الرئاسة بتوقيت زمني مقدار 12 27 ثانية وأربعة من الأجزاء من الثانية تهانينا لعلي بن يمي هو بتهانينا لجميع الفائزين وإلى ملخص سباق صباح هذا اليوم.